من الحدث. اعتداء إرهابي بمسيرات على مصفاة الرياض، ومصدر في وزارة الطاقة يعتبره استهدافا لإمدادات النفط العالمية. تحالف دعم الشرعية يستهدف اجتماعا حوثيا في مأرب، والجيش يسترد مناطق استراتيجية من الميليشيات في تعز. تقارير تكشف أن هجمات إسرائيل على سفن إيران تسببت في خسارة حزب الله قرابة مليار دولار خلال 3 سنوات. هيدا شغل؟ أنت بتشتغلي؟ أنت تعملين؟ هل تعملين؟ مرحبا، السلام عليكم. نعم. في الحلقة الأخيرة من سلسلة وجه لوجه، أطفال داعش يصفون موفدة الحدث بالكفر. أهلا بكم إلى ملفات الحدث. سنكون أمام ملفين مهمين سنخصص لهم الساعة القادمة بشكل كامل لنقاشها. الملف الأول وهو استهداف مصادر النفط في السعودية، بالإضافة إلى تلك التقارير التي تكشف صراع سفن إسرائيلية إيرانية في المنطقة، بالإضافة إلى بقية الملفات الأخرى. سنبدأ هذه الساعة من محاولات الاعتداء الإرهابية على إمدادات النفط العالمية، حيث أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء بطائرات مسيرة. الوزارة أكدت أن الهجوم الإرهابي تسبب في حريق تمت السيطرة عليه دون أي خسائر بشرية. وأوضح مصدر في وزارة الطاقة أن إمدادات البترول ومشتقاته لم تتأثر، وأكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم والاقتصاد العالمي. المصدر شدد على ضرورة وقوف دول العالم ومنظماته ضد الاعتداءات الإرهابية والتخريبية والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها. هذا وفي ردود الفعل الدولية، دانت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتداء الذي استهدف البنى التحتية السعودية، وعبرت الوزارة عن قلقها تجاه الهجمات على السعودية. السفير الفرنسي في السعودية من جهته دان في تغريدة له على موقع تويتر محاولة الهجوم، وقال إن محاولة استهداف مصفاة الرياض بطائرات مسيرة هو عمل إرهابي. وشدد السفير على رفض فرنسا المطلق لكل عمل يقود إلى زعزعة أمن وسلامة المنطقة. وأثار الاعتداء الإرهابي على مصفاة الرياض تنديدا عربيا ودوليا، وعبرت عدد من الدول عن دعمها للإجراءات التي تتخذها المملكة لحفظ أمنها. من الرياض ينضم إلينا أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. دكتور عبد الله أهلا بك. دكتور عبد الله، طالما أن هذه العمليات لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما يعني تستهدف إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، يعني ماذا يريد من يقف وراء هذه العمليات؟ أي رسائل يمكن أن تقرأ سياسية؟ وأيضا إلى أي حد يمكن أن نقول أن هناك رسائل بعينها لأمريكا؟ مساء الخير أستاذ محمود لك ولمشاهدي قناة الحدث. الحقيقة الموضوع أصبح شائكا وأصبح ذا أبعاد متعددة، والحديث حول هذه الأبعاد المتشابكة قد يستغرق الكثير من الوقت. لكن
دعني أتحدث عن تجربة النظام الإيراني في احتجاز الرهائن لمدة 444 يوما ثم مفاوض مقايضتهم بما طلبته من أسلحة وتسهيلات أمريكية وتفاوضات معينة علنية وسرية مقابل الإفراج عنهم، ومتى سلموا بعد استلام رئيس جديد وإدارة جديدة. الإدارة الجديدة الأمريكية للأسف أنها إدارة رخوة ومتهاونة، حتى قبل أن تصل إلى البيت الأبيض أعطت إشارات فهمت على أنها ضوءا أخضرا، إن لم تكن هي بالفعل ضوءا أخضرا لاستمرار من يقف خلف الحوثي. نحن لا نتحدث اليوم عن الحوثي لأنه هو مجرد أداة وعود ثقاب فقط يستخدمه النظام الإيراني. إيران لديها الحقيقة استراتيجية كبيرة جدا، وهي قيادة العالم إلى حافة الهاوية وقيادة العالم إلى إشراك أكبر عدد كبير من المتضررين، ثم قيادة العالم إلى طاولة المفاوضات حيث تريد. إيران لديها ملعب تستطيع اللعب فيه باحتراف، وتستطيع قدر الإمكان إملاء وفرض اشتراطاتها التي تريدها على العالم. في المقابل أيضا أصدقائنا المنافقين في الغرب لديهم تراخي كبير جدا. حضرتك عرضت قبل قليل السفير الفرنسي في الرياض قال أنه هذا عمل إرهابي. نحن نعلم أنه في القانون الدولي وفي أي قانون العمل الإرهابي يقابله ردة فعل أخرى. أين ردت هذه الفعل؟ وكما تحدثت قبل قليل أنتم في التقرير وغيركم، هذه مصادر الطاقة. لو افترضنا أن هذا الحادث أصبح كبيرا جدا ولم تستطع السعودية التعامل مع هذا الحادث إلا بعد عدة أشهر أو أسابيع، ما مصير العالم؟ ما مصير الاقتصاد العالمي؟ العالم اليوم لم يخرج من جائحة كورونا، الاقتصاد العالمي لم يتعافى، إذن إلى أين نقود؟ إلى أين تريد إيران أن تقود العالم؟ طيب إذن دكتور عبد الله فهمت أن الرسائل موجهة إلى بايدن بشكل مباشر أكثر ما هي موجهة إلى المملكة تحديدا، وهو حشر بايدن في زاوية الجلوس على الطاولة تبعا للشروط الإيرانية، وهو شيل العقوبات أولا ثم نجلس على الطاولة. يعني هل هذه الرسالة إذا كانت بهذا المعنى، يعني لماذا لم يعبر عنها الأمريكيون بشكل واضح؟ يعني مرة أخرى أنا تحدثت أنه هذا الأمر معقد جدا ومتشابك، وربما الوقت لا يسعفني للحديث محمد لإعطاء صورة بانورامية متكاملة. الحقيقة إيران ليست وحدها من تواجهها المملكة العربية السعودية. لأكون أكثر صراحة، الأمر يمس أمن وطني، يمس سلامة مواطنيني، يمس مقدساتنا، يمس مقدراتنا الاقتصادية. نحن اليوم نواجه الضمير العالمي، نحن اليوم نواجه القرار الأممي النائم الذي لا يمكن أن يطبق. لماذا تطبق القرارات الأممية، قرارات مجلس الأمن على العراق في مقابل وجود حصانة إلى النظام الإيراني؟ لأن هناك قرارا أمميا، من يدعم الحوثي يتم تطبيق القرارات الأممية عليه. وسبق تحدثت مع حضرتك أن مجلس الأمن يخيف الدول، فلماذا لا يخيف هذه الميليشيا الحوثية؟ مجلس الأمن لديه البند السابع، يستطيع تسيير الجيوش التي الجرارة التي تستطيع أن تلغي إيران من الخارطة، فلماذا لا تخاف إيران إلا أن هناك تعاهدات وهناك أضواء أخرى نحن لا نراها؟ طب دكتور عبد الله، هل يستوجب ذلك تحركا دبلوماسيا سعوديا مسنودا بدبلوماسية عربية في مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ نعم، أنا أتحدث أنه الآن أمامنا مسارين. المسار الأول هو مسار عسكري، دعني أتحدث فيه في بالدرجة الأولى. السعودية أمامها مسارين وهي تسير في كلا المسارين، العسكري والدبلوماسي أو السياسي. العسكري عليها على السعودية أن تعتبر أي منطقة يصدر منها طائرة مسيرة أو صاروخ باتجاه المملكة العربية السعودية هدفا عسكريا مشروعا حتى لو كان في قلب صنعاء. ثم ننتقل إلى المسار الآخر. نعم، نحن لا نحتاج فقط الدول العربية ولا العالم الإسلامي، نحن نحتاج العالم أجمع. هنا مصدر للطاقة، السعودية هي ضابط إيقاع أسعار الطاقة. نعم صحيح، وهذه الطاقة طاقة سعودية، لكن إن تضررت سيتضرر العالم أجمع وليس المملكة العربية السعودية. وتحدثت في بداية هذا اللقاء أن الاقتصاد العالمي ما يزال يترنح من جائحة كورونا ومن أيضا دورتها الاقتصادية المعتادة كل عدة سنوات. إذن اليوم المملكة العربية السعودية عليها مرة أخرى أن تتوجه في هذا المسار إلى مجلس الأمن، أن تحرك جميع قواها الناعمة في هذا الاتجاه.
أشكرك الدكتور عبد الله العساف أستاذ الإعلام السياسي، كان معي من الرياض. دكتور عبد الله شكرا جزيلا لك. أشير إلى العواجل التي تظهر على شاشتنا الآن. محور الكسارة في مأرب مشتعل، هناك مواجهات وتكبيد خسائر للميليشيات الحوثية، تدمير آليات ومعدات ومقتل عدد من هذه الميليشيات على هذا المحور. كشفت مصادر عسكرية يمنية أن المعارك التي دارت خلال 35 ساعة الماضية على جبهتي هيلان والكسارة غرب مأرب أسفرت عن مصرع أكثر من 83 حوثيا إلى جانب عشرات الجرحى، مؤكدا أن كثير من الجثث الميليشيا ما تزال متناثرة في الجبال والشعاب، كما استهدف طيران التحالف تجمعات ومواقع للميليشيات الحوثية في مناطق متفرقة غرب مأرب، وكبدها خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، منها غارات استهدفت اتماعا لقيادات حوثية وأسفرت عن مصرعهم جميعا. التقدمات والانتصارات يحققها الجيش الوطني وبإسناد من طيران التحالف العربي الذي دك أوكار وتعزيزات وآليات وعربات الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية في محافظة مأرب وكذلك في محافظة حجة. التقدمات كبيرة وخاصة في جبهات مراد وصرواح وهيلان والمشقح والمخدرة والكسارة. صحيح أن الميليشيات الإنقلابية الحوثية كثفت من هجماتها الصاروخية على مدينة مأرب وكذلك أيضا الهجمات والتسللات على مختلف الجبهات وبالأخص جبهات مراد وصرواح والكسارة، لكنها في حقيقة الأمر كسرت تلك الميليشيات وبالأخص في منطقة الكسارة التي تلاشت تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية وأصبحت تلك المناطق وتلك الجبال براكين تلتهم الميليشيات الإنقلابية الحوثية بين الحين والآخر. الميليشيات الإنقلابية الحوثية وإذا ذلك الالتحام الشعبي أيضا في مع محافظة مأرب وكذلك أيضا الدعم العسكري والقوافل الغذائية. هذا وأوضح عبد مجلي الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني أن جبهات تعز بالكامل مشتعلة وتم تحرير عدد من المناطق في شمال محافظة لحج وجنوب محافظة تعز، مشيرا إلى أن الانتصارات في محافظة تعز كانت متسارعة وحصلت تقدمات كبيرة وكان لها نتائج إيجابية. محافظة تعز فعلا بالكامل مشتعلة إذا بدأناها من جبهات الأحكوم والتي حققت تقدمات كبيرة وتم تحرير عدد من المناطق شمال محافظة لحج وجنوب محافظة تعز. تم تحرير تباب الخزان والخضر والدبعي والقواعدة وجبل قاشع الاستراتيجي والهام الذي تم من خلاله تحقيق السيطرة النارية وقطع طرق الإمداد على الميليشيات الإنقلابية وكذلك منطقة المشقح في تلك الأماكن والمشقوب في مديرية حوفان. في هذه اللحظة قواتنا تقدم إلى تبت مخاديرة، أيضا في جبهة منطقة العنين الذي تحققت أيضا كثير من المنجزات والتقدم على الأرض وخاصة السيطرة على تبة الجبيرية وكذلك التبة الصفراء وعدد من الأماكن في تلك المناطق والتحام جبهة العنين مع جبهة جبل الخضر والتي شكلت أيضا سيلا جارفا للميليشيات الإنقلاب الحوثية، أيضا جبهة الأشروح ومقبنة وخاصة أنها التحمت الجبهتين وشكلت منطلقا لتحرير مختلف الجبال. أفادت صحيفة معرفة الإسرائيلية بشن تل أبيب هجمات على سفن إيرانية في الشرق الأوسط. الصحيفة ذكرت أن الهجمات البحرية الإسرائيلية تهدف إلى منع نقل الأسلحة المتطورة من إيران إلى سوريا وحزب الله، مضيفة أن استهداف تلك السفن أدى إلى خسارة ميليشيات حزب الله اللبناني لنحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. الصحيفة أشارت في السياق إلى أن الميليشيات حزب الله تتلقى تمويلا ماليا قدره 900 مليون دولار سنويا. كشفت مصادر الحدث عن تلقي قيادات الإخوان في تركيا وثيقة من السلطات تطالبهم بتجميد أي أنشطة سياسية على الأراضي التركية وعدم إنشاء أي أحزاب سياسية،
وأضافت المصادر أن الوثيقة التركية طلبت من الإخوان وقف تلقي أي تمويل خارجي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة عدم استهداف القيادات السياسية في مصر والدول العربية. المصادر ذكرت أن الوثيقة وافقت أن تستمر قيادات الإخوان في استثماراتهم شرط عدم استغلال الأموال بأنشطة ضد مصر، كاشفة أن مستشار الرئيس التركي طمأن القيادات بعدم الترحيل شرط الالتزام بتعليمات الأمن. كما أكدت المصادر أن نشاط قنوات الإخوان الإعلامية سيكون مشروطا وبتصريح هذا. وأفادت مصادر الحدث بأن تركيا جمدت منح الجنسية لكل من يحيى موسى المتورط باغتيال النائب العام المصري وعلاء سماحي مؤسس حركة حسم الإخوانية. وفي القاهرة رحب وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل بقرار الحكومة التركية إلزام قنوات جماعة الإخوان المعادية لمصر بمواثيق الشرف الإعلامية. هيكل وصف الخطوة بالبادرة الطيبة من الجانب التركي، من شأنها خلق مناخ إيجابي لبحث الملفات محل الخلاف بين البلدين. وأتابع هيكل قائلا إن صدور قنوات من دولة لمهاجمة دولة أخرى ليس مقبولا في العلاقات الدولية، مضيفا أن الخلافات السياسية بين تركيا ومصر لا تصب في مصالح الشعبين. كشفت صحيفة الاندبندنت البريطانية عن فحوى محادثات سرية كان بإمكانها إنقاذ حياة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. الصحيفة البريطانية ذكرت أن وزير الخارجية النرويجي السابق لعب دور الوسيط وقتها في المفاوضات بين النظام والمعارضة، حيث أن مقترح الاتفاق نص على أن يتخلى القذافي عن الحكم ويترك السياسة على أن تستمر مؤسسات الدولة دون تغيير، غير أن الوزير النرويجي وبحسب الصحيفة قد اتهم باريس ولندن بمعارضة الحل التفاوضي، وهو ما أدى إلى مقتل الزعيم الليبي ودخول البلاد في فوضى لم تخرج منها حتى الآن. أثناء صعوده لطائرة إير فورس ون تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن للسقوط 3 مرات على سلم الطائرة، لكنه تابع ودخل الطائرة بسلام. بعد الفاصل الحلقة الأخيرة من سلسلة وجه لوجه مع الزميلة رولا الخطيب. هذه الصور المباشرة لتظاهر المسؤولية ملقاة على لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، أصبحنا الحدث.
هل هناك مدرسة؟ مرحبا. هيدا شغل؟ أنت بتشتغلي؟ أنت تعملين؟ هل تعملين؟ مرحبا. السلام عليكم. نعم. ما بخلي مين ما بخلي؟ هذا هذا هو هذا. كم عمر هذا الطفل؟ كم عمر هذا الطفل؟ واحد سنة؟ أين أمك؟ هل تذهبون إلى المدرسة؟ هل تذهبين إلى المدرسة؟ لا. لماذا لا تريدون الإجابة على أسئلتي؟ لماذا لا تريدون التحدث إلي؟ لماذا لا تريدون التحدث إلي؟ عشان شو؟ أنا كافر؟ لماذا لا تريدون التحدث إلي؟ لماذا؟ لماذا دعوة؟ هل تريدون الذهاب إلى المدرسة؟ هل تحبون الذهاب إلى المدرسة؟ هل تتعلمون القرآن؟ هل تتعلمون القرآن؟ لماذا أنا كافرة؟ لماذا أنا كافرة؟ لماذا؟ لماذا أنا كافرة؟ لماذا؟ لماذا أنا كافرة؟ لا أرتدي الحجاب؟ لماذا أنا كافرة؟ تعالوا قولوا لي. نحن نقتل الأخوات؟ أنا لا أحمل السلاح، كيف أقتل الأخوات؟ مسدس؟ لا مسدس. ها هيدا الميكروفون. ها تأخذ الميكروفون. ها لا ميكروفون. تعال خذوا فهد وروح. أنا لا أحمل مسدس، لا أحمل شيء. دعوا تحدثوا إلي. لماذا أنا كافرة؟ لماذا تقولون عني كافرة؟ نعم أنا هنا لمساعدتكم. أنا هنا لمساعدتكم. أنا كذاب؟ أنت كذاب. لماذا أنا كذاب؟ اوكي ها ارتديت الحجاب. حجاب يعني اسود، مو هيك لون غيره. لا اسمعك. تعال لا اسمعك. عيب الا ارتدي حجاب. عندما تكبر ماذا ستفعل بي وانا لا ارتدي الحجاب؟ نعم ستقتلني عندما تكبر. لماذا؟ Thank you.
مشاهدينا، هكذا استقبلني وودعني أطفال الدواعش في قسم المهاجرات في مخيم الهول. مساء الخير وأرحب بكم في الحلقة الأخيرة من وجهاً لوجه لهذا الموسم، والتي فتحنا فيها منذ 4 أيام ملف أطفال الدواعش، وسنكمل الليلة بقصص وروايات على لسان هؤلاء الأطفال عن الرعب الذي يعيشونه داخل المخيم وفق تعبيرهم. ففي داخل المخيم، مخيم الهول وتحديداً في قسم المهاجرات، حيث يعيش فقط النساء مع أطفالهم، لأن رجالهن رجال أيضاً كانوا من المهاجرين، وهم إما قتلوا أو في السجن أو هربوا. في هذا المخيم يتم تداول أخبار عن قيام المهاجرات بالزواج من الأطفال الأولاد بمجرد بلوغهم، وذلك لجلب المزيد من الأطفال، لأن وفق رأيهم الدولة باقية وتتمدد. ورغم التكتم والخوف الشديد من الأطفال للحديث عن هذا الموضوع، وذلك خشية الانتقام منهم، إلا أننا التقينا بعضهم ممن تطرق بطريقة أو بأخرى لما يجري داخل المخيم. ومن البغوص رحت على المخيم. خبرني بالمخيم، أنت كنت عم بتقلي أنه بالمخيم كان يصير في أشياء مش حلوة مع الشباب أصحابك وتقريبا من عمرك. هو مو أصحابي اللي كان هيك، يعني يسوي أشياء بشعة ما كانوا من أصحابي، يعني أصحابي هم كانوا يقولوا لي. شو كانوا يقولوا لك؟ بدي بالضبط شو كانوا يقولوا لك. هم يقولوا يعني النسوان هناك، يعني هو ما عرف إيش يصير، يعني هما الاثنين يروحون على خيمة هناك، هم مو زين يعني يسون أشياء. كانوا هؤلاء الأولاد اللي ياخذون ينزعجوا من هالشي؟ ما أعرف، أنا ما أعرف بالتفاصيل، يعني ما سألت هذا الموضوع، يعني ما لي شغل به. شو يعني أشياء مو زينة؟ هم بس كانوا يقولون لهم يسوا أشياء مو زينة بس. كانت يعني المرة اللي إحنا كنا يعني نقعد وياه وهيك، قلنا يعني لا تطلع من الخيمة كثير، مو زين. كانت تدير بالها علي. طب كان في خيم مخصصة للأشياء الموزينة؟ في أولاد هناك كانوا يعني يسووا مشاكل كثير، ما يقدر هذا يسوي هيك، ويعني النسوان هناك كمان ما يخلوا. شو يعني؟ يعني ما يخلوا حدا، يعني وقت ما مسكوهم هو ما كان يعرفوا، بعدين ما مسكوهم ضربوهم. في نسوان مسكت ضربت مين؟ هذولك الأولاد والنساء اللي عم يعملوا أشياء موزينة؟ ايه. مين ان اللي مسكوهم وضربوهم؟ الحسبة؟ نسوان عاديات؟ نسوان عاديات. طب أصحابك شو خبروك عن هاول الأولاد؟ قداش كان عمرهم؟ هيك 16 هيك. 16؟ بس هم ما اجوهم، ما عرفوا راحوا، اختفوا. قصة أخرى على لسان طفل آخر سنستمع إليها اليوم أيضا. هذا الطفل هرب من المخيم وطلب الذهاب إلى مركز إعادة التأهيل. هو تحدث عما وصفه بالرعب داخل المخيم، وأكد استمرار وجود الحسبة بين النساء المهاجرات وحصول عمليات حرق للخيم. هذا الطفل الذي فاجأنا بوعيه وإدراكه وخوفه مما يجري، يحلم بأن يعود يوما ما إلى بلده وأن يصبح طبيبا، وتمنى أيضاً أن تقتنع والدته التي تحاول الفرار من المخيم إلى إدلب وتعود معه إلى بلاده. فلنستمع إليه. أنت قلت لي ما حبيت المخيم. إيه. ليش؟ في كثير مشاكل بين الرفاق والنسوان هنيك، يعني والمعاملة سيئة معه. يعني النسوان شو عم تعمل هنيك بالضبط؟ خبرني. درس دين ويعني ويضلوا مراقبين بعض كثير. يعني هلأ إذا بس تقرب على الرفاق يقولوا لك خلص أنت معهم ويضربوك، يا أما أنت تقدر تهرب يا أما يضربوك. طيب شو الدين اللي بيدرسوكم يا مثل ما كنتوا تدرسوا برا؟ كانوا يدرسونا قرآن ويدرسون فقه بس. ما كانوا يدرسوكم شيء على السلاح، شيء على الذبح، شيء؟ طب شو كانوا يقولوا لك عن النساء اللي مثلي مثلا؟
اللي بلا حجاب؟ يقولون كفار وما أعرف شو. مين الكفار كانوا يقولوا لك؟ هم. لا لا، من يقصدون بالكفار؟ كل واحدة ما تلبس نقاب، يقولون متبرجات ما أعرف شو. هالفكر مو كويس، يعني بيعرضوا عالم ما لهم دخل، يعني ما لهم علاقة بهي الشغلات. وانت لما كنت ترجع على البيت شو كانت تقلك امك؟ لا تطلع كثير ولا تقرب على النسوان مشان ما يجيبوا لك مشاكل، كانت تحذرني كثير. طيب لما يدرسوك هيك داخل المخيم النساء، شو يقولوا لك مصير هؤلاء اللي يتهمون بالكفر؟ شو لازم هاو مصيره؟ يقولوا لهم انه احنا رح ننتصر ورح نرجع مرة تاني، هذا اللي كان يقولوا اكثر شيء. بس أنا أمي كانت دائما تحذرني لا تطلع برا كثير ولا تسوي مشاكل ولا تدرس، خليك يعني بالخيمة أحسن مشان يعني ما تيجوا على راسك كثير مشاكل. قديش في أولاد مقتنعين باللي عم يدرسوا هنيك؟ تقريبا هلأ الأولاد الصغار عم بيتدربوا هيك، عم بيتعلموا، عم بيقلبوا لهم عقولهم مشان يخربوا لهم حياتهم. طب وهن النسوان بين بعض لما بيراقبوا بعض؟ أنا سمعت في حرق خيام، في ضرب هونيك، شو عم بيصير؟ أول أيام قديم كان إيه في حرق خيام، حتى في مرة متذكر أنه ماتت مغربية، ماتت هي وابنها. ليش حرقوا لخيمتها؟ قالوا لعساس أنت مع يعني مرتبطة مع الرفاق وما أعرف شو، كان هذيك أيام يعني كانت صعبة، يعني يضربوا كثير ويحرقوا كثير خيام. في بعد حسبة بالمخيم؟ إيه في. شو هاي الحسبة؟ شو بتعمل؟ غطي على عينك، لا تطلعي بدون ملابس برا، كثير شغلات. وحتى إذا يشموا ريح الدخان بالخيمة يحرقوها فوريا، أو يكشموها أو يضربوا عليها حجر. شو قصة إنه كانوا يجبروا أولاد يتزوجوا يعني ممكن اعتبارهم أطفال 13-14 سنة يتزوجوا بنساء داخل المخيم المهاجرات؟ شو القصة هايدي؟ خبرني. شوف، في بنات صغار يعني مو صغار يعني شباب يعني في سن 15-14-16، وفي أولاد يعني أعمارهم 19-20 وما يخبروا أنهم أعمارهم كبيرة. فشنو يعني بالليل في كثير يعني يتخلطوا مع البنات وهيك، فيعني البنات مو زمان يعني مو داخل مخيم مو شايفين شيء، فيرتبطوا مع الأولاد وتصير علاقات معاهم وبعدين يتزوجوا. طيب عم بيجيبوا أولاد؟ ايه. في أولاد صغار هلأ والجيل الجديد من سبب هيدي العلاقات بالمخيم؟ لا ما في أبدا. طيب ما هيدا لما بيعملوا علاقة ما بيجيبوا أولاد؟ ما عارف، هاي العلاقات يعني صارت من جديد مو من قديم، من قديم ما حد كان يقدر يسوي هيك. مو كان في كثير يعني أخوات جايين جدد من الباغوز وهدول يعني مسوين حسبة وما عارف شو، فما يقدر حدا يعني يسوي شيء. في وحدة مرة تركستانية سوت علاقة مع واحد بعدين قصوها بالمنشار وكبوها بالتواليت، بعدين الصبح اجوا الرفاق وطلعوها ميتة. بس عملت علاقة مع واحد صغير يعني أصغر منها؟ لا كبير وصغير. من الأطفال اللي بالمخيم يعني من الأولاد اللي بالمخيم عملت ايه علاقة؟ ايه. وهدوك الأولاد اللي كانوا موجودين هربوا لما سمعوا بهاي اللي صار بيها هيك وهيك، طلعوا هزموا بعدين ما عرفوا وين راحوا. طب ليش بيضربوا بعض النسوان هنيك؟ كان مشاكل في نسوان يعني مع الرفاق، وفي نسوان مو مع الرفاق، وفي نسوان مو معهم الاثنين. يعني في نسوان إذا تسوي شغلة بسيطة يقولك أنت كافر، يعني مثلا تشرب دخان يقولك مباشرة أنت كافر، يعني يكفرون بدون ما يفهمون. وفي بعضهم لا يقولون لا ما تكفروا بسرعة، وفي هدول يعني ثلاثتهم مع مشاكل مع بعضهم. وأكثر شيء المشاكل تحصل بين الأولاد، يعني لما ولد هذا يقول لهذا أنت هذا وهيك وهيك. أنت شو؟ يعني تشتغل مع الرفاق وهيك. وفي أولاد يقولون أنت يعني بصفة الخوارج، يسموهم خوارج، يقولوا أنت خوارج، فيضربوا، فتجي أمه على هذا، فيجوا يعني يجتمعوا النسوان ويصير مشاكل كبيرة بين بعضهم. يعني المخيم فيلم رعب كثير مو شوي. أنت شو صار معك؟ أنا كنت في المخيم بعدين
النسوان تلموا علي وضربوني بعد البوابة، يعني بعيد شوي على البوابة. بعدين قالوا الصبح راح نقتلك وما عرف شو. بعدين الصبح أنا ضليت متخبي لبين ما مر وقت. بعدين صار يقولوا إذا مسكناهم وصرنا نسمع من الأولاد. إحنا ضلينا متخبين حوالي 4 أيام، ومن وبعدها مباشرة جينا عند الرفاق وجينا له. رحت أنت كنت بتتفق مع أمك؟ قلت لها أنا بدي فيل روح على المركز. ما قلت لها أبدا، لحد الآن أمي ما تعرف وأنا ما بدي أقول لها شيء. بس سؤال، هؤلاء اللي كانوا يزوجون كيف كانوا يزوجون؟ مين كان يزوجون؟ هاي ما أعرف أنا، يعني ما خبروني، ما يقولون في المخيم مشان يعني ما ينقبض عليهم. طيب لما يتزوجوا وين بيقعدوا؟ بيقعدوا سوا بالخيم ولا كيف؟ بس بالليل، ما يتحركوا مع بعضهم بس بالليل، الصبح ما يقدروا، في كاميرات كثير. طب واللي بدها تولد كيف كانت تولد؟ بالضبط أنا ما أعرف، بس الرجال اللي كان عندهم مناصب داعش. نسوان لا ما كان عندهم. ما كان في هودول اللي بيسموهم عرائس داعش، هودول اللي بتبقى متزوجة من أمير؟ في بس ما يخبروا بحالهم. ليش؟ يخافون. حتى لما كنا في عند داعش كانوا يخافون انه يعني يخبرون انه هذا امير وهذا هيك، كلهم كانوا يتخبوا، الامراء كل شيء كان امير كان يتخبى. ليش؟ ليش يخافوا؟ يخافون. حتى بقلب الدوله ما كانوا يقولوا؟ قليل يعني، بس يعني منصبهم ضعيف يقولون عادي، اما يعني منصبهم كبير ما يبينوا. يخافوا من مين؟ من الطيران. يعني برأيك أنت في كتير منهم هربانين؟ الأمراء؟ في كتير طلعوا حتى قبل ما تصير باغوز وما باغوز. لوين راحوا؟ ما أعرف، في منهم راحوا على أدلب، يعني منتشرين، إن شاء الله ما يخربوا الدنيا مرة ثانية. أنت ليش ما اقتنعت بالفكر اللي كانوا عم بيدرسوك هي؟ ما اقتنع. لأنه بعدين راح تصير مشاكل، ما راح أرجع على بلدي. أنا أخاف أنه ما أرجع على بلدي، وأنا بدي أرجع على بلدي وأكمل دراستي. شو بدك تعمل يا دكتور؟ إن شاء الله. إن شاء الله. أنت شو بدك تقول هلأ؟ شو اللي حابب تقوله؟ إن شاء الله نرجع لبلدنا، يعني نخلص من هالمشاكل وما نرجع نتورط مرة ثانية، ننتبه على حالنا كثير. شو بدك تخبر الناس عن المخيم؟ شو بدك تقلهم عن الأولاد اللي بالمخيم؟ من الأحسن لهم يجوا لهون، ما يضلوا هنيك مشان ما يعرضوا حالهم للخطر. شو تغير انت فيك لما جيت لهون؟ كثير تغيرت. مثل؟ يعني ما ضليت افكر بالشغلات القديمه، يعني سلاح وما اعرف شو يعني. مثل فلسفه البشر يعني اللي كانوا بالمخيم. تحب تخبرنا شيء عن المخيم؟ تذكر ان شاء الله تروح امي، ما تضل هنيك، يعني اذا اجوا ياخذونا امي تروح وراح اخبرها هالشي. بس امي على اساس انه راح تطلع على ادلب، بس ما اعرف شلون. امك حابه تطلع على ادلب؟ ايه، مشان يعني اذا تاخر الوقت هي تطلع من هنيك على تركيا. ومين عم بيساعدها لتروح على ادلب؟ ما اعرف، في كثير هناك نسوان طلعوا وما اعرف شلون يطلعوا تهريب، بس ما اعرف شلون. ووصلوا على ادلب؟ ايه، وفي نصهم وصلوا على تركيا. وشو عم يعملوا بتركيا؟ ما اعرف، يضلوا هنيك يقولوا، يضلوا هنيك لبين ما يرجعوا مرة ثانية. يعني فيها عندهم فكر انه يقولون انه راح تنتصر مرة ثانية، راح ينتصروا وراح يقولوا انه راح يضلوا بتركيا لبين ما يرجعوا. يعني يرجع على دولة داعش؟ ايوة. وانت بدك ترجع على دولة داعش؟ ابدا، ما عاد افكر بها ابدا، بدي ارجع على بلدي، ما ورط حالي ان شاء الله مرة ثانية ابدا. مش انت اللي ورطت حالك؟ اعرف أكيد أبوي. وأمك كمان بدها ترجع على هون لما ترجع الدولة ولا بدها تروح على المغرب؟ بدي أوديها معي على المغرب، ما أقدر أعيش أمي هون. حتى أنا قلت لها من قبل ما أجي من المخيم، قلت لها لا تضلي هون، نرجع إن شاء الله تسمع الكلام مع أنه أمي. لما رح يكون عندها رجال مثلك بدها تسمع الكلام. أكيد. مشاهدينا، هذا الطفل ربما من ألطف الأطفال الذين التقيتهم في حياتي، أتمنى له السلامة الدائمة يا رب، وأنه يقدر يوما ما يحقق حلمه ويصير طبيب رغم أنه صعبة بالظروف اللي هو يعيشها يعني. و
الآن وبمناسبة قرب عيد الأم كل واحد منا لا يمكنه إلا أن يتذكر الحنان والحب والتربية الصالحة التي تقوم بها أمهاتنا، وإن شاء الله بينعاد على أميات الجميع. فالأم هي مصدر الأمان لكل إنسان فينا، هي التي نحتفل بعيدها لأنها هي من تعمل على حمايتنا حتى من أنفسنا. لكن في قصة هذا الداعشي التي سنستمع إليها هناك نوع جديد من الأمومة التي لا يمكن وصفها إلا بالشريرة. فأحد الأمهات الداعشيات طلبت من ابنها البالغ من العمر 16 عاماً ذبح صديقه داخل مخيم الهول، وذلك بحجة أنه يتعامل مع الأسايش أي قوات الأمن. وخلف مشاهدينا ستظهر الآن هي صورة، ليست واضحة، ليست هذه هي، سنعرضها بعد قليل. هي صورة الطفل القتيل، الطفل الذي استدرجه صديقه وذبحه بالطريقة اللي علمونا إياها وفق ما قال. سنتابع. اكتسبت يعني داعش وارتكبت جرم قتل وخلايا. نعم. اي نعم. انت هاي تهمتك؟ نعم. وانت هاي عملته هالشي؟ نعم. نبدا من الاول والاخير. انا كنت ماشي مع صديقي عبد الله علاء اسعد، يوم صرنا نمشي مع بعض وهذا تنبأ انه هو انقتل. نعم. وصل لي خبر انه هو انقتل من يوم ان كمشت قال انه انقتل. انا قبل ما صاحبه كانت امي كانت تواصل بالتليجرام عشان ناخذ مصاري من داعش. انا واحد حلبي اسمه احمد والثاني اسمه ابو سعد من ادلب. وين هالخلايا؟ برا برا المخيم. كانوا يبعثوا لمبالغ كبيرة؟ لا. قد ايه؟ أنا أخذنا مبلغين بس، واحد مرة 15,000 ليرة سوري ومرة الثانية 45,000 ليرة سوري، غير ما استلمنا غير. وشو كانوا يطلبوا من أمك بالمقابل؟ ما حدا بيبعث مصاري ببلاش. كان يقولوا لي إنه مصطفى أنت لازم تقتل فلان تقتل فلان. شو السبب اللي قال لك لازم تقتل كرماله؟ قال لي انه هدول ابحار بدين الله عز وجل. قلت له بس انا شفت من هذا. قال لي خاصة اللي كنت انت تمشي معه. قال لي عم بيجيني معلومات انه انت هتمشي مع واحد مو نظامي. قال لي ما بدك تشتغل، ما بدك، مثل ما بقول لك ما في مصاري. قال لي يجمعك الجوع وش ما بدك تساوي. ورحت على شفت اني قلت لأمي. شو قالت لك أمك؟ قالت لي خلاص منه وما بدنا إياه يعني. رحت على جبت من خيمتنا سكينة. إيه ورحت على خيمته قلت له عبد الله نروح نسهر شوي عند الساتر. قال لي تمام. رحت عند الساتر باركنا سهرنا على بزر وطرابيش وناكل تسالي وكولا. قمت ضربته. كيف ضربته؟ ضربته بالسكين. وين ضربته بالسكين؟ برقبته. وين برقبته؟ برقبته هون. ليش ضربته برقبته هون؟ أول ما بذبحه برقبته، هيك علمونا كان قبل. وليش علموكم تضربون أول شيء على رقبته؟ هيك إنه كان ذبح يعني طعن أو ذبح نظامي. وبعد منه وين طعنته؟ بعد طعنته برقبته طعنته بجسمه. كم طعنة بتتذكر؟ ما حوالي 10 طعنات إلى 11 طعنة بقلب جسمه. هل بتذكر أنا؟ كان عمرك وقتها 15.5 وقت اللي قتلت صاحبك. 15 سنة ونص. 16 سنة. نعم. 16 سنة نعم. لما قتلت صاحبك. قلت لك ناي ويوم امي تمشي بالسوق يعني بتدخل في النسوان كثير. قال لي امي ما تدخل بالجيران، بدي انا اعيش حياتي. بدي ايه تتدخل بالجيران؟ شو تقول لهم والناس اللي بالسوق؟ تدخل بالجيران ليش؟ انه هي فلانه كذا هيك سابت هي يوم طلعت لبرا طلعت بالقرعه، الله ينتقم منها، الله ينتقم، تدعي عليها.
امي لك ايش بدك منها؟ لك مره ما عليها شيء، ايش بدك منها؟ خلي تشوف حياتها. لا هذه يا الله، هذا لازم انت لازم تصوم، لازم تصلي. قلت لها ايه بصوم بصلي، ما عندي اي مشكله، انا ابني، بس هذيك جيران ما لنا شغل. قال لي لا انا دين الله عز وجل. انا شفتني شيء تعطينا تنصح العالم يعني. صحيح انا قتلت وانا اعترف بذنبي وانا ونادم، الف ندم، مو بس ندم واحد، الف ندم على الشيء صار معي. قالت لي الله انتقم منك، الله يغضب عليك، الله الله. قلت لها امي اريد اشوف حياتي، ما انت ما تريدي لك، ما تريدي شيء لي الخير. قالت لي امرك ما تعيش، امرك ما يجيك خير، امرك ما يجيك شيء. امي قالت لك امك؟ نعم، امي كانت دائما امي شفت عصبيه وحسيت انها قلبت الى علي. حتى انا كانت جيران حوالي يتعاطفوا معي انا كمان. هي جارتي لقيت ام وهي ما يمنا، هي غريبة عني، عمري 45 سنة. قالت لي هاي ما امك، هي مرت ابوك، هاي ما امك، مرت ابوك هاي. قلت له لا هاي امي. قالت لي مستحيل هاي امك. لقيت حنية من جارتنا، ما لقيت حنية من امي، لقيت حنية ورأفة من هاي الام جارتنا، ما لقيت حنية منها. لقيت حنية من اخوة من هي بناتها، بنات هي جارتنا، ما لقيت حنية من اخوتي. تقلعت من اهل ابوي، تقلعت من اهل امي، انظلمت كثير من اهل من اقربائي، انظلمت من كثير من اخوي من اختي. مشاهدينا، هذا هو السكين الذي استخدمه الطفل الذي راينا مقابلته قبل ثواني لذبح صاحبه، وخبأنا صور القتيل، الطفل القتيل ايضا لبشاعتها بسبب الذبح والطعنات. لكن اود الآن أن أشارككم بما جرى لي خلال رحلتي الأخيرة. فأنا عدت والتقيت بأحد الأطفال الذين التقيت بهم منذ عامين في مركز غوري لإعادة تأهيل الأطفال الدواعش. هذا الطفل حينها كان من أشرس الأطفال، وكان حتى وهو داخل مركز التأهيل يخشى منه الأطفال هناك. سأذكركم بمقطع صغير بما قاله حينها ونتابع. أنا عرفت أنه أنت كنت... لا مو هيك. خبرني. أبوي كان مثل ما قلت يتون وأنا بس كنت أشيل. كنت تشيل أنت بس؟ وخلفي مشاهدينا هي صورة الطفل الآن، هو كبر. وعندما سألنا كيف أصبح بعد إعادة التأهيل قيل لنا بأنه ما يزال يحتاج إلى الكثير من العمل، رغم أن هناك تحسن طفيف جدا بحالته. نعم مشاهدينا، والآن للتعليق على المواضيع التي وردت في حلقتنا ينضم إلينا من مدينة طرابلس شمال لبنان بديع قرحاني، مستشار مركز البحوث حول الإرهاب في باريس. أستاذ بديع نرحب بك، أتمنى أن تكون قد سمعت الحلقة. ربما أكثر غرابة، يعني حتى الآن أنا عقلي لا يستوعبه كأم أيضا، أطفال يتم تزويجهم لنساء أكبر منهم داخل المخيم من أجل أنه يجيبوا أطفال لوفق مفهومهم لتكفي الدولة يلي هن بيعتقدوا فيها. هذه الأمور كيف تجري؟ ما حقيقتها؟ لماذا تجري؟ يعني ممكن حضرتك أخبر، يمكن تخبرنا. لا العفو، حقيقة الريبورتاج هو في غاية من الأهمية ومؤثر جدا يعني حقيقة يعني ويشكل خطر كبير كما يعني يدق ناقوس الخطر معظم خبراء الإرهاب في العالم من أننا سنكون أمام جيل جديد من الإرهاب في حال لم يتم التعاطي بجدية ومواجهة هذه الحقيقة ما يسمى بأطفال داعش. يعني مرورا على هذا الموضوع أود أن أشير، أنا في التسعينات مررت على إحدى المدارس بين مدينة إسلام أباد وبيشاور على الحدود الأفغانية، وكان هناك مدرسة يطلق عليها تسمية أبناء الشهداء العرب حسب لفظهم، وهم أبناء الذين قتلوا في أفغانستان. ودخلت إلى هذه المدرسة وكانت معظم أعمارهم ب7 سنوات و8 سنوات، ولكن المدرسة كانت عبارة عن إطارات وحبال وتدريب عسكري. وعلمت من أن معظم هؤلاء الأطفال أساساً لا يملكون جنسية،
يعني ليس لديهم أوراق ثبوتية تثبت من أن والد هذا فلان من أي بلد. حتى هؤلاء هذا الجيل أصبح اليوم شباب لا أحد يعلم أين هم وماذا يعملون وإلى أي منظمات انضموا. وهم يعني أستاذ بديع لم يتعلموا إلا على القتال، ما هذا المرعب. هم لم ليس أمامهم خيار ولا يعرفون أي شيء بالحياة إلا القتال. إلا القتال، وهذا كنا في وضع أفضل إن صح التعبير مقارنة بتنظيم داعش الذي هو الأسوأ في تاريخ الجماعات الإسلامية المسلحة على الإطلاق، وكان هو من أوائل التنظيمات الذي يتم فيها تجنيد عدد كبير من النساء ومن الأطفال. يعني لا يجب أن ننسى من أن تنظيم داعش استخدم الكثير من البروباغندا الإعلامية من ظهور أطفال يقومون بعملية الذبح إلى آخره يعني. ولكن نحن اليوم أمام معضلة كبيرة لابد من مواجهتها، وهي مربكة لكثير من الدول حقيقة، وتحديدا الدول الأوروبية حيث يوجد عدد كبير من الجاليات الأوروبية المتواجدة داخل هذه المخيمات. وبما أنني من لبنان أستطيع أن أؤكد من أنه يوجد 8 نساء لبنانيات وبعضهن يحملن الجنسية اللبنانية والإسرائيلية، وعلمت أن هناك محاولات لاسترداديهم إلى لبنان، ولكن هناك الكثير من العقبات، منها مثلا بإضافة للكلام الذي تفضلت به أن أحدى هؤلاء النساء تحمل الجنسية اللبنانية والإسرائيلية، ولكنها أنجبت طفلين في سوريا وزوجها قتل، ولكن الطفلين غير مسجلين في لبنان وغير معترف بهم من قبل الدولة اللبنانية. هم قد يستقبلوا الأم ولكن لا يستقبلوا الأطفال. طب نحن أمام هؤلاء آلاف الأطفال بلا جنسيات، أو ما يزال هناك أطفال يولدون الآن أيضا بالمخيم. طب نحن إلى أين ذاهبين؟ دائما يتم الحديث عن القضية الكبرى يلي هي معتقلي داعش، ولكن القضية الأهم هي هؤلاء الأطفال. مع غياب هذا الحل الدولي، ما الذي يمكن أن نقوم به آنيا حاليا يعني لتجنب الكارثة والقنبلة التي يعني ستنفجر بنا كلنا بالآخر؟ حكما في حال لم يتم معالجة هذا الأمر وبشكل سريع، والكلام ليس لي، هو الكلام لمعظم خبراء الشأن المتخصصين بالإرهاب، من أننا سنكون أمام جيل إرهابي هو أكثر خطورة وأكثر عنفا من تنظيم داعش الذي نراه اليوم. هناك عدة محاولات حاليا تتم في أوروبا، بعض الدول حاولت الإتيان بالنساء ومحاكمتهم داخل بلدانهم، إضافة إلى محاولة وضع الأطفال بضمن يعني محاولة إعادة تأهيلهم ومن ثم دمجهم داخل هذا المجتمعات. ولكن هناك أيضا عقبات قانونية، على سبيل المثال في فرنسا القانون الفرنسي يقول من أن حتى وإن كان يحمل الجنسية الفرنسية يجب أن تتم محاكمته في المكان الذي ارتكب فيه الجرم. ولكن هناك محاولة من بعض المحامين حاليا في فرنسا يقول من أن الجرم ارتكب باللحظة الذي قررت فيها المرأة أو الرجل الذهاب والانضمام إلى داعش. نحن أمام معضلة حقيقية لابد من مواجهتها، وإلا سنكون فعلا أمام يعني جيل إرهابي أكثر خطورة من تنظيم داعش. أستاذ بديع، كلامك كثير مهم ولكن داهمنا الوقت. شكرا لك من طرابلس شمال لبنان، بديع قرحاني مستشار مركز البحوث حول الإرهاب في باريس. وأيضا هناك معضلة أخرى مشاهدينا هي إنسانية، كيف يمكن سحب هؤلاء الأطفال من أمهاتهم؟ ختمنا هذا الموسم وإلى اللقاء.